السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. ورد الآن خبر هام من وزارة المالية لكافة موظفي الدولة، وإلى التفاصيل. استكملت وزارة المالية إجراءات التعزيز وصرف النصف الثاني من راتب شهر أكتوبر 2018 لمختلف وحدات القضاء العام والجهاز الإداري للدولة وبنسبة 80%. أوضح مصدر مسؤول بالوزارة لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أنه وفيما يخص بقية موظفي الجهات سيكون متاحا لهم الاستلام أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والسبت عبر كاك بنك والبريد حسب الإجراءات المعتادة. وعبر المصدر عن الشكر لوزارة الخدمة المدنية على سرعة تسليمها كشوفات الراتب، وكذا البنك المركزي على تعاونه الدائم مع الوزارة في مختلف الجوانب وسرعة وسلاسة إجراءات الصرف. وكل عام وأنتم بخير برغم كل الأوجاع والآلام التي نعانيها، ونسأل الله الفرج العاجل بإذنه تعالى. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.